يسعدني أن أرحب بانضمام وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش معنا هنا في الاستوديو. أهلا بك معنا. قبل أن أسألك ربما عن الجناح الصربي وما يقدم الجناح الصربي في إكسبو دبي 2020، عن هذا المعرض نفسه، خاصة وأنه ربما أول حدث بهذا الحجم بعد جائحة أصابت الإنسانية والبشرية جمعاء، برأيك ما الذي يمثل إكسبو دبي 2020، وأي فرص يمكن أن يشكلها في هذه الأوقات؟ Well, Expo 2020 Dubai is giving Expo us Dubai much 2020 more than 2020 يوفر لنا فرص وهو بين الأكبر بين العالم. كما ذكرت نواجه مسألة صعبة جدا مع جائحة فيروس كورونا، وهذه أكبر فعالية يتم إقامتها بعد سنة ونصف تقريبا على انتشار الجائحة من حول العالم، وبالتالي إكسبو دبي 2020 هو الأكبر عرض في العالم، أكبر معرض في العالم، ويظهر لنا أننا بإمكاننا الالتقاء مجددا بعد انتهاء هذه الأزمة، ويظهر لنا أين علينا المضي قدما إليه بعد انتهاء هذه الجائحة. بالتالي هذه الفترة الزمنية الجديدة من تاريخنا يجب أن يبدأ من هذا المعرض، ويجب أن يظهر لنا أنه علينا التوائم والترابط والتعاون خلال هذه الأزمة، لأن العالم لم يشهد أزمة مثيلة بجائحة فيروس كورونا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعانينا جميعا منها. ولكن من خلال إكسبو دبي 2020 أظهرنا للعالم أننا نتحد من خلال الابتكارات والتطورات التكنولوجية الجديدة وتبادل الأفكار بين جميع الدول التي تشارك في هذا المعرض، وبإمكاننا تغيير العالم بشكل أفضل، كما بإمكاننا أن نتحد لمكافحة مثل هذه التحديات التي بالتأكيد ستكون في مستقبلنا. بالتالي إكسبو دبي 2020 مهم جدا للعديد من الأسباب، وأود الإضافة أنه أمس إن حفل افتتاح إكسبو دبي 2020 كان مدهشا، وأنا برأيي تاريخ المعارض كتب بالأمس، وسيكون من الصعب جدا على المعرض التالي أن يحقق مثل هذه المعايير الدولية. فضلا عن من ذلك، خلال حفل الافتتاح تكلمنا عن ضرورة الاتحاد، وإكسبو هو المكان المناسب للإظهار بأن العالم بإمكانه أن يتحد ضد الكثير من التحديات أمامنا وأمام حضاراتنا. طيب دعيني الآن أتحول معك للجناح الصربي، وما الذي لدى صربيا أو جاءت صربيا في معرض إكسبو دبي 2020 لتقدمه لتعرضه؟ Well, first of all, our pavilion, أولا إن الجناح الصربي كما ذكرتم هو في جناح التنقل، يبلغ كبره أكثر من 2000 متر مربع، ولدينا مبادئ عدة، وكنا بحاجة إلى هذه المساحة بكاملها لكي نظهر كيف هو الماضي وما هو المستقبل في بلادنا. أما الموضوع الأساسي للجناح الصربي هو أننا نعمل على خلق أفكار، وبأننا نلتهم من الماضي الذي يعمل على إعادة تشكيل مستقبلنا. بالتالي ما هي الرسالة الأساسية للجناح الصربي؟ نحن رأينا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا كم من المهم التركيز على التنقل، وكيف أنها ساعدتنا للاستمرار خلال هذه الأزمة، وذلك من خلال الكثير من حياتنا، من خلال التعليم والتواصل. وبدون هذه القدرات لما تمكنا من العمل والنجاة خلال فترة جائحة فيروس كورونا. بالتالي نحن يسرنا أننا أقمنا الجناح في قسم الحركية، ونحن نتكلم عن نعمل على تواصل الماضي مع المستقبل. نحن حضارة من أكثر من 7000 عام تدعى بالفنشا، وهذه فترة جديدة من تاريخنا، ونحن نعمل على
أن نربط الماضي مع الحاضر الذي نقدمه، مثل نيكولا تسلا وبعض أشهر العلماء الذين خرجوا من بلادنا، بالإضافة إلى الكثير من الأشخاص المشهورين من عالم الفنون والعلوم الذين يعملون من حول العالم والذين يعملون قدر الإمكان على توفير فرص من خلال عملهم ابتكارات جديدة وطرق مبتكرة لكي يصبح العالم مكانا أفضل والأكثر حركية وأكثر استدامة، لأننا اليوم نواجه الكثير من التحديات وهناك بعض الأزمات التي نواجهها، ونعرف أن الحركية والاستدامة مهمة جدا. طيب معالي الوزيرة، يعني يمكن القول أنه هناك تجربة فريدة لصربيا كبلد في دول البلقان، تعتبر ربما السيليكون فالي في هذه المنطقة، على مستوى بلغراد نفسها تصنف كواحدة من 5 أكثر مدن في العالم إبداعاً، وربما الناس تتجه نحو الإبداع فيها. كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة؟ كيف يمكن تسويقها، خاصة ربما في ظل التحديات اللي نعيشها، التطورات المتسارعة، حتى جائحة كورونا نفسها فرضت نوع من تحول المعلومات على الجميع؟ صربيا خلال العامين الماضيين أصبحت مشهورة للقطاع المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، ولقد حققنا الكثير فيما يتعلق بمجال الرقمنة وبرقمنة التعليم ورقمنة الزراعة وغيرها من المجالات، وسنستمر بفعل ذلك لأن هذا هو المستقبل الذي علينا أن نكافح من أجله. صربيا من خلال جناحها ستظهر أننا نعمل على إجراء اتصالات مع باقي العالم والعمل على علاقات جديدة في الأعمال وابتكار خبرات جديدة وتجارب جديدة. نعرف أن التواصلات والمعلوماتية مهمة جدا، والآن تقدم لنا الكثير من الأجوبة للتحديات التي يواجهها العالم. مدينة بلغراد العاصمة الصربية هي مشهورة لمجتمع المعلومات، وسنستمر أيضا من خلال هذه الطريقة لنظهر من خلال جناحنا في أكسبو دبي ما هي الفرص والاحتمالات للعمل على علاقات تجارية جديدة ولكي نسلط الضوء على دولتنا بأفضل الطرق. كما أود الإضافة بأن صربيا خلال العامين المنصرمين عملت على أن تصبح الوجهة الأوروبية الأولى فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتالي تذهب هذه الاستثمارات إلى القطاع المعلوماتي وإلى أيضاً قطاع الزراعة، وأنا أعتقد أنه بالتالي سنتمكن من تقديم الكثير. شكراً جزيلاً لك وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش، شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة وعلى وجودك معنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية من معرض إكسبو